والله إلا حالة وخلاص. تبي المزبوط، بصراحة نجاني شايفها مشكلة. كيف مشكلة؟ يا راجل المشكلة القهوة براني، والجزار براني، والحلاق براني، وا وا وا. حتى الكوشة براني، والخضرة براني، مش عارف أنا وين ولد البلاد. هو ولد البلاد يرقد للواحد الظهر وينوض يشدها على الهدرزة والصهرة ويعاود ثاني يوم نفس الموضوع. تعرف وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ المشكلة في المسؤول. هل بشباب تبحث على عمل؟ ليش ما يديروا لهم سعادة إعلان ويقولوا فيه اللي يبي عمل يقدم طلب وانا يجيب معاه المستندات المطلوبة؟ وعاد ما نقصدش الخريجين. ما انا ما نتقصد. نقصد يجمعوا مجموعة طلبات زي ما تقول 100-200 ويديروا لهم دورات. يا راجل هم هاربين من قراية وانت تقول لي دورات؟ لا مش قراية يا راجل، مش قراية. مالا دورات في شنو؟ دورات مجموعة يدربوهم على خدمة الكوشة، ومجموعة على الزواق وعلى الميكانيكا وحتى في البناء. والله إلا حق، وهذه قرايتها بتكون أسهل، مش زي قراية المدارس اللي هاربين منها. لا مازال مش هكي وبس، ويديروا قانون أي مصنع ورشة ما يعطوش رخصة لين يخدم معاه الشباب اللي واخدين دورات، وهكي عاد يوفروا لهم العمل. والله فكرة، وهكي ما يلقاش سبلة ويقول لك العنصر الوطني مش متعلم الصنعة زي البراني. يعني الموضوع أكبر من هكي، راهو بالطريقة اللي قلت لك عليها نضرب عصفورين بحجر، منا عاد نخدموا شبابنا ومنا نخدموا حتى فلوسنا في بلادنا بدل ما قاعدة تمشي برا بالعملة الصعبة. يا راجل كلامك معلا، والله كلامك كله سمع. ايش اسم هذه الدعوة هذه؟ نسيت اسمها انا. قصدك على اللي يقولولها بكيو بكيا؟ غير استنى شوي استنى. ايوه ايوه مكياطة. اي مكياطة، والله صح لك. ها وانت تعرف اسمها؟ يا شينك دعوة كلها هي بالطابور عليها جماعة، والمصيبة الطواسي يشربوا فيهن من نايلو يصبوا فيهن طول بغبرتها. وشنو فيها؟ تي هو السروال ولا صورية لما تخذن جدد لازم تغسلهن، مش طاسة تشرب فيها. يح يا عاد، وكان مغسلها شنو بيصير؟ كيف شنو يصير؟ هي الدنيا متسبلة كل يوم، نسمع وحشاك وحش المستمعين بمرض جديد. على ذكر المرض، صحيح يا صالح اللي قاعدة الشركات تدير فيه؟ عليش؟ ملا سمعت بجانب معلب في حكية ولا حساسية في شيش؟ دي لا يا ودي لا، أنا قصدي زي إنفلونزا امتع حشاك وحاش السامعين الخنازير. قالوا هي راهي فيروس. لا محمد عبد الوهاب مش فيروس. وقالوا حتى مصنعينا برا عاد. تو هذا كلام مزبوط؟ وكان مش مزبوط، احنا امتى نعرفوها الحاجات هذه؟ مرة إنفلونزا دجاج ولا طيور، ومرة دبان أمريكية، ومرة جنون البقر، وآهو تو هذه متاع الخنازير. دوخونا يا صالح، الله يسترنا ويستر بلادنا وخلاص. غير زيدوا كلوا هالحكاكي والمعلبات فابني جاي ولا لا، وسيبوا الشعير والطعام والتمر. والله يا صالح قاعد فيك الخير. كيف؟ قاعد تطلع بالقفافة رديتنا قداش عامل تالي. هيه يا حسرة. قصدك تبيني نقضي حاجتي في الشكار بتاع النايلو؟ هذي اللي مرة توصل الحوش ومرة تنتكت قبل ما توصله، هذا ما مازال والله. تتوى يتحشموا منها يا صالح، والمصيبة هي نايلو ويحطوا فيها الخبزة وهي سخونة باش عاد النايلو يطلق على الخبزة. قداش الواحد بيتكلم قداش؟ انت توا قلت لي خبزة، ما تحقش في اللي جاي بياخذ خبزة فهبني جاي ولا لا، وتلقاه يمرس في هذيك الخبزة ويرمي فيها بيديه ومن دلعنا وين كان اليديه، ولا يقول عايب في ناس تبي تاكل معاي، ولا يقول شيء راهو شيء يخشش الضغط. الحق في صاحب الكوشة. شنو يدير لهم مكان يغسلوا فيه يديهم قبل لا ياخذوا الخبزة؟ وتبيني ما نضبحش عليك يا صالح وانت عندك هالكلام الحلو.